طبعا الحين راح نتكلم عن المميزات وامكانيات الاورج هذا. طبعا الاورج الياماها نزلوه طريقه قويه جدا، يعني الامكانيات اللي حطوها فيه جميله جدا من ناحيه التسجيل، من ناحيه الميموريز، من ناحيه كل شيء. زين، هاي طبعا اللي هي خانه الفويس، الاصوات هذه. طبعا لاول مره يحطون المايك، اول مره الياماها تحط مايك في الاورج العربي. وهذا المايك احنا لما تضغط عليه مسوي لك السيتنج، يطلع لك بالطريقه هاي، في الافكتات، في كل شيء، الفوكال، حتى في اللي حاطي لك اللي هي الفوكال نويز. انزين، الفوكال التوك تقدر تغير فيه نفس اللي هي فئه اللي هي البي اس ار اللي هي الغربيه. انزين، طبعا في هني المينيو، وعندك هاي المينيو ما يختلف، نفس اللي هو الاس اكس 900 نفس الشيء. في الاكسبنشن، ايقاعات زياده، تحط السكيل العربي، كل شيء موجود هنا. يعني عندك اثنين سكيل داخل الشاشه، وعندك سكيل اللي هو برا على ظهر الكيبورد. طبعا ننتقل هنا الى فئه اللي هي الايقاعات. طبعا ثم تشوفون خليجي، شامي، مصري، مغربي، بيرسيان اللي هو الايراني، التركيش، الويسترن، الدانس، الورد، الاكسبنشن، التيمبو، ما تيمبو، هاي الاشياء كلها ما تخفى عليكم. الميكسر طبعا تفتح لك الشاشه تقدر تضبط الاصوات، وهني ما يخفى عليكم الكنوبز الاثنين تستخدمهم. طبعا يطلعون في الشاشه اول ما تلفف فيهم، تلف الشاشه. اللي ابغى اقوله ان ميزات الكيبورد هذا الجديد ميزات جميله جدا وقويه. فهني عندك اللي هو السلم العربي، واللي هو البيتش بند هني، وعندك الموميريز، وعندك شيء اسمه الستايل تيمبو اسنس اللي هو الاسين نيبل، والجويستيك هولد. طبعا السيتنج وان تاتش سيتنج، عندك المالتي باد، عندك الامور هاي كلها موجوده. طبعا ما يخفى عليكم المنيو الياماها يتشابه في كل شيء، اللهم الشكل، لكن المنيو مالهم هو الجميل فيهم، ان المنيو مالهم اللي هو المنيو مال الكيبورد اسهل، طريقته سهله جدا يعني. والحلو فيهم انهم يغيرون الشكل، ويغيرون يعني بعض الاحيان المنيو بس بطريقه حلوه، نفس هي نفس السهوله، بس يعطونه اشكال والوان مثل ما تشوفون. هذا الكيبورد كل شيء اللي هو موجود فيه، يعني اهم شيء ان حطوا فيه المايك اللي كانوا وايدين ينتظرون المايك. هذه امكانيات الكور اللي هو الياماها، اورجن ياماها الجديد اللي هو البي اس ار اي 5000.